احتجينا احتجينا واحتجينا ما عيشة غالية علينا ما عيشة غالية علينا على الزينة واحتجينا على الزينة واحتجينا الما والضو غالي علينا الما والضو غالي علينا على الزينة واحتجينا على الزينة واحتجينا على التغيير اللي بغينا على التغيير اللي بغينا الجماهير تقول الجماهير تقول الجماهير تقول الجماهير تقول والحل الوحيد من كل الحلول اسمع لولاد الشعب اسمع لبنات الشعب تغيير الدستور تحرير القضاء تحرير الاعلام اسقاط النظام اسقاط النظام قولش ليا الحسكات حنا كنبانو محشرين بحال هذا هما راه عندهم انجينيور دو صون كتبان ليا مفركس ماشي بحال العاده صراحه تسمني اليوم عرض على المدام ما فيه ليدوز الدار يلبس حرقني انت حرقني مشينا مشينا يلا سير مشاهدينا الكرام رياح الربيع العربي لا زالت تهب على ارض المغرب اليوم حنا في قلب مدينه الدرب الله ما كنسمع والو شوف ولدي شوف انت حسك البارح انا مريح مع المدام شوف وجه واحد الميساج شي حمار صيفط لها شي ميساج خاسر خسر الهضره يا تفاعله يا تسالك اجي تخدم هادشي يلا نبداو واخا واحد جوج ثلاثه مشاهدينا الكرام رياح الربيع العربي لا زالت تهب على ارض اسمح لي اجي ولدي اسمك ها اسمك سميتي علي الشرف هكاك مسح هاد فوكك واخا بلاصه حاشاك اخويا واحد خير صافي 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 ما كان باش شعري مشكل كان مزيان لا لا اعزائي المشاهدين رياح الربيع العربي لا زالت تهب على ارض المغرب اليوم احنا كنتواجدوا في قلب مدينه الدار البيضاء بؤره من بؤر الاحتجاج هنا في العماله الله يلقى لك البروش البراش اش كيلو حسن اعزائي المشاهدين رياح الربيع العربي لا زالت تهب على ارض المغرب اليوم احنا كنتواجدوا في قلب مدينه الدار البيضاء العظمى كيف ما كتشوفوا بؤره من بؤر الاحتجاج وانت شنو نظرك في هاد المطالب العادله ديال الشباب زعما هاد الشباب هادو تيحتجوا في نظرك على الحكومه على النظام شنو باغين بالضبط باغين حقوقهم باغين يخدموا ماشي ضد الحكومه باغين حقهم باغين يخدموا رانا تخدم نور خدم نور ما تقطعش انت ما تقطعش ما تقولش هي ما تقطعش انا راه كنعرف خدمتي احسن منك معلفتوهم معلفتوهم ولاد الشعب جوعتوهم شوف اولدي حنا مشينا نشوفوا ولادنا والمستقبل ديالهم ولادكم خدمتو انا بغيت نمشيو سامبلومون لا 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 ديالكم ولا لا والحل الوحيد من كل الحلول اسقاط النظام هي 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 هذا بغى يخرج علينا سولتيني خليني انا نهضر الله يرحم الوالدين كنضيعوا الوقت مع هاد الاوباش بغينا المساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة والعيش للمواطن تفو على نحس احترم الاذان صاحبي واش انت ماشي مسلم راه ما كنهضرش كنهضر على النحس ديالنا حنا قف عليا الحس كشكون الله يرحمك كدري كدري على داكشي من هي علاش باغي تصور هاد الجثة عاد فين شي فوا صورو صورو او على غصور صور صور صاحبي من مسار الاذان شو 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 اللي شو شو عاد فين كنغارق شحال الساعة شريف شوف هنا يا ما مسوق بالي شوف هنا شريف شوف هنا اسمع عمي اوف شي شكل هاد بنادم الشغل اول حاجه الشغل ثاني حاجه كوبي كوبي مجمور ديال المكانه صاحبي خيشبيش ما عندهم ما يدقع الله يرحم باك الا ما جي نجربوا مع داك اللي في شي شكل هو واحد هو لقيت فيه الله يتبعني تبعني اصلا نشدو ما نسكنوش هذا هو اللي غيعطيني اجي نسولك اجي انا رفيت لي شايفك وما عقلتش واش كنتي معلم شاعر حمراء انا كنت لا ما بقيتش عقلت ما خرجت نشري لولدي الروايد نشري لمرتي النوار
لا ما عقلتش. أرجو الكاميرا. من احنا كنسمعوا لك ما تحشم. لا انا كنت خدام في الضو وخرج نشري الروايل وشي حاجه طرات كان لي درامو شي حاجه صعيبه انا تعطلت خاصني نمشي. لا 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 شنو شنو طرا شنو وقع بالضبط؟ سالات لا بونك. اجي 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 الله يرحم باك. شوف شوف راك بغينا بلي سجلنا بالصوت ما كانش داخل معايا. نعاودو معاك غير دقيقه وحده غتمشي. وا تفرق معايا الله يخليك. شوف الكاميرا ياك هادشي اللي ما طيحها ما والو. شوف هاي مضروبه ما طيحهاش. خلينا نسجل معاك. شوف شوف تفرق معايا عاد دقيقه غنعاودو في هذاك الشيء. تفرق معايا واخا تفرق معايا. سجل معانا سجل معانا تفرق معايا. خليني نمشي نقلب على منطقتي. دير تفرق معايا تفرق معايا وتفرق معايا. سرك والله الا سرك هو اللي يسلخ فيكم بالورق. راني نحس كنت باغي تسلس من الصباح. انا نسلت انا علي اجمع الماتريال اصاحبي شنو نهضروا معاك. انا نسلت الصباح انا نسلت انا نسلت. اسمعني 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 بصح حنا كنضيعوا الوقت. سجي مزيان قلت لك كنعرفوا سجي مزيان. راه في ريحه الغموريه تسجي. واش شفتهم وحنا خاصنا الغموريه فين غنلقاو الغموريه دابا؟ خلينا من الهضره خاويه ديالك. فين هو دابا فين مشى فين؟ علي ما تضيعش الهضره. هو توتر لنا راه جيت فوق. توتر عاوتاني. اسمح لي يا بو الحسك عليك بويضه راك تقلق وصافي. ادير في بالك والو الله يهديك حتى انت. انا راه كاع ما كنت معاك هذيك الساعه كاع. ولكن هذاك الشيء باني راه ماشي كنت كنخرب راه فريمون ما عاد فين شفتو. شتي كون تبعناه كنا غنطلعو السي جي حسن من هذا الميكرو التروطوار ديال التخربيق اللي خدامين فيه من الصباح. انا كيقولوا لي جيب سونور ديال دقيقه كندي ليهم ما كنصدع راسي ما والو ما كاينلاش. فين الطوموبيل؟ كنت لك تيصاي. وانت راك ولد كازا زعما؟ ولد كازا شكون اللي باقي مخلي لك العقل؟ هذاك الميساج راه كنتفكرو كيبرز دير غنوريه لك انا خويا علاش؟ قرا قرا. هذا ميساج يصيفطو واحد المراه شو السبان؟ يدي ما عند البوليس يربيه. تا هذا نظر. قول لي ومراتك اش بينه وبين تخينا؟ كان خدام معاها شي مره وصافي. يخدم معاها ويدير لها هادشي. وانت كتشوف. اش دارت لي؟ اش دارت لي؟ دارت لي والو راه كنقول لك بنادم باغي بانت لي مرا زوينه صيفط لها ميساج خيم وصافي. الطوموبيل راه كاينه ليه. اجي بعدا كيفاش اش دارت لي؟ اش غتكون دارت لي كاع؟ علي اسف اش كدير اش كدير؟ عا كنصور شي حاجه تقدر تنفعنا في الموضوع. اش كتصور اصاحبي حيد الكاميرا. الباركينغ ما عرفتش منين دخلنا ليه في بديه كاع. وا 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 خا وا خا وا شكرا عليك شحال تعطينا كاع مليون. صافي صافي دابا صافي. انت كيعطيك انت مالك اش كدير لهم هذيك مرضناك مرضناك حتى هو 10 دريال. لا قبلها 10 دريال حشومه والله الا عيب عليك. بغيتي فحالك ولا لا؟ اش دير اش دير؟ كيفاش غدير؟ وحشومه راه غنزل غنوريك اش غدير. خليه خليه سير وحشك غنزل ما عرفتش اش دير اش دير. صافي غنوريك اش غدير. عاقل عليا صافي والله تنفرقع البوك عينيك انا كاع. واتصب تصب حمار اللي قالها لك. هضر والله كيقطعوا هنايا. اجي ما نديروش عليه شي سجي حتى هو. خلينا من السجي شاد الريحه. لا حول ولا قوة الا بالله. هو مشات. هو وما حيا ولا مغربي. ما كنسكرش. ما سكرش شنو هي هذه؟ نعم قلت لكم على خير. وهذه الكلمات ربما كانت اشهر ما في الخطاب الذي سيتوجه. عندك عندك طيب شويه يا صاحبي. انا طلعوا لي في راسي هذول اللي كيتلاحوا على الطوموبيل قبل 100 درهم. تو الله يحسن العون وسكت. زيد زيد هضر مع حسك انت يحشم منك. تكلف ولدك انت. تبقى نتكلف انا. شغلك هذاك. المهم انا هضرت البارح. كاين شي اللي تعول عليها صح؟ دابا طول الوقت سكت لي شي حاجه ولا؟ خليتي ولادك بعد. هاك اخويا تسلطتي على السيدة. انا نهضر مع السيدة. وما كل فين ضربتي في الطوموبيل اش بغيتي؟ الله يعفو عنا ولا عوا لقيتو ليكم شريف. شريف كاميرا واش تسجل. Thank you.
تدينا. صافي سي بون الكاميرا موقع لا والو. انا شديتو قول ما خدامش معاك عاود. لا قاضي غرض معنا انت. اجي اجي شوف شوف لما تشي حفله الله يرحم باك غنسولوك جوج الاسئله وغادي تمشي فحالك غنوصلوك اسيدي حتى العين السبعيك تما فين كتسكن ياك في بلاصه الراحه. كاميرا موقع فيها والو؟ لا شوف موقع والو. انت شوف وما تفاكش معاهم انتما بغيتو تضيعوه والو ما يتفاك معاكم تتعطيو الكره. وانت سير قضي حاجه لراسك الله يرحم باك. وشوف حيت انتوما التلفازه تعداو على البصر تاكلوا. وانا سير قضي حاجه لراسك بقى تابعك بقى تابعنا حنايا. اش داكشي اللي في يديه؟ بورطابل. اه تليفون لاسلكي ماشي بحال ديال الدار هذاك التليفون كديرو في الجيب. تيشبه الترونسميسيون. صافي يلا بسلامه يلا يلا. نعم سيدي شي حاجه اخرى؟ شوف انا تنقول على الحق وسير شري عبد الحق سير ديال الدويره سير. الله منكر الله منكر قول الرباط الله منكر غنصور ابا ياك يا جو. Le suicide du jeune homme, un vendeur ambulant de 26 ans, a enflammé le monde arabe. C'est après s'être vu refuser la Des contre-manifestations éclatent dans l'est du pays. Sous l'impulsion des soulèvements populaires tunisiens et égyptiens, اللي ركب لي الميترو رشيد واخا جاب ولكن هذاك الميترو كيكون بزاف الحجر ركبوه ماشي صوت واخا طلعوا الامن فلاق الحدود وتجاوز الخطوط في السويس عندك 130 درهم اه خلي ابو حنا اللي عارفين خويا علي زوم زوم على الفلوس ديال واحد خميس الشعب يريد إصلاح النظام. خلي الديسك مزيان عرفتي اش كانوا كيقولوا له في الاول احيدوه احيدوه سارة ما يطروا عليهم الخوت خاصنا نمشيو عند شي سيكليست قبل ما نرجع عند ولدي سمعتو الله يرضي عليك ولدي تنسول على شي روايه صغار هذيك الله يرحم والديك ها لا با اخليك اخليك هذوك فلوس راه عندك بيريمي حتى واحد ما يقبلهم دابا با بصحتك بالرويده دابا انت فرحان نقدروا نصوروا معاك تندير رويده لولدي ويحل الله عرفتي تنعرف واحد السيد في المدينه القديمه يقدر يكون عنده لادريسه ديال ولادي حينين واش هاد خويا تنقلب على الدار رقم 7 شديت شويه على اليسار راه تلقى إلى هنا لم نقي الشعر واش أخويا شكديخ ماله خاصك شي لعيبة ها كيفاش قد فاني ولا حشيش بشي بحال هادي خاص شي حاجة لا ماله
اي هيك تصب. على هاد الشيء نفوت واخا الله يرحم والديك. الله يخليك تنسقسي على حوريه. لا سيدي ما كاينه حتى شي وحده سميتها حوريه. لا راه كانت هنا واحد السيده سميتها حوريه ساكنه هي والوليدات. حوريه؟ اه. ال 81 ملي داو ليها راجلها باعت دارها ومشات. ما عرفتيش فين ساكنه؟ لا سيدي ما عرفت. سمحي لي. لا سمحي لي. انت فاطمه ياك؟ عقلت عليك خليتك مازال صغيره. ايه انا هو راجل حفلي. انا هو راجل حفلي. ايه انا راه هو راجل حوريه. والله يهديك ابا عاتني لقيت كل شيء. انا راه هو راجل حوريه. القى ولا دريس لقيت دريس راجل حوريه. صافي 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 تنديروا شي بلاصه زوينه ونسجل لك شي سونور واخا عاودي كاع داكشي اللي وقع لي حتى نلقى ولادي ويحل الله على هذا المطلب تاع النظام تغييرا من الداخل ويتم الاستجابه لهذا يعني على هذا الطلب تحديدا. انت صوب المكان تخيل ضيفك عبر الهاتف اولا. هذا الشاب دخل تجيب الحكومه الليبيه الى المطالبات الخاصه بضمان سي احمد صاحبي كان مشى معايا للمسير. هذا هو الدروكلي ديالو عرفتي. ها سي احمد كان في المسيره. هذا هو الدروكلي ديالو سي احمد. كنت مشيت انا وياه ما عرفتش راه باقي. ها هو هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. سي احمد سي احمد وقفي سي احمد شافوه يطيح هو راه شافك وسكت ليه القلب. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أسيدي حيد علي ديك الكاميرا من هنا من نوع التصوير. شكون فيكم اللي جا مع داك السيد مول دروكري؟ سي أحمد صاحبي. أنت اللي جيتي معاه. سيدي البركة في راسك. ما يمكنش سي احمد. لا ما يمكنش لا يمكنش لا 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 ما خصهاش سي احمد. ولاد العشاء والدراري والمراه لا ما يمكنش. لا انا ما عرفتش. الله يرحم باك إلى مركب معانا.
حتى اجي نكملوا معاك اصاحبي، ما صورنا والو. سلوك فيما بغيتي، جاك الجوع غنوكلوك توسختي غندوك الحم. ها يلا ها يلا. وعلي نعم الشيف، كتعرف تبدل الحجر ديال الميكروشيف؟ بيان سيغ. يلا اطلق راسك وحط هذيك الشقفه. شوف هنا هنا تبان لك يدي، هنا فين تشوف. يلا دابا عرفنا براسك، قول لنا شكون انت. انا من مواليد الدار البيضاء، جيت سنه 1950، مجوج وعندي 4 دراري. كانوا كيسميوني في الدرب الزهواني، في الحالة المدنية كانوا تيقولوا لي انا ما عقلتش على اسمي. انا ماتريكي 404. ولدي ما كانش كيقرا مزيان، قلت لي الا نجحتي غادي نشري لك بيكالا جديدة. بقات المسكين باش ينجح، وهو ينجح. ملي نجح شريت ليه بيكالا زوينه، ولكن ما كانش كيعرف يركب عليها، كان ديما طايح، ديما مخبوط مع الارض. وانا نفكر نشري ليه هذا الرويض. باش يوقف على رجليه. ملي خرج ذاك النهار كان كل شيء ساد، كان لي ضراب واحد في السطح، ضربني بالتصويره، وهم يجيو خشوني في الخنشه وهم يغبروني. اش كترقع على لطفي خينا؟ راه كيضحك علينا ونبقاو متابعين هذا الحال. راه خاف عليا من تابع. واش حنا مشوا؟ حنا رجعنا ندو معنا والو؟ ما ندو معنا حتى شي حاجه مزيانه. شوف انا راهيت من هذه الخدمه ديال عام تبارك الله. سيدي الله بدا انت غادي تقلع فيه. فرقوا معايا وخليني نمشي نقلب على مرتي ولادي. قلت لك خليني نمشي نقلب على مرتي ولادي. يا شوفي غير انا راه طلع لي الدم من هذه الخدمه ديال العربية. وانت فين ما تقول لي هذا عريبان؟ شكون هذا عريبان؟ تبعني تبعني. افين غيتبعك؟ فين؟ شفت قلنا حنا نصوروا. او تصور ولا ما تصورش؟ انا ما غاديش نصور. انت هادشي اللي بغيتي؟ احنا في زقنا في زق ولا بعد شغلك هذاك. شاف نتبع الشاف حتى اللي بغى. لا ما تتبعوش. والله انا بالي سجي مزيان. انا سجي حتى السبب انا في التعصب كامل كون كاع ما جريني عليه كاع. وما يعصبكش هذه خدمه واحد حماق اصاحبي، وحنا جالسين كنصدعوا في راسنا مع الاخوه الخاوي. يلا تبعوا انا نهضر معاه باش فيك تشوفها. اجي. واش شريف؟ وا 404 دابا 404 وقفتي. واش حفتينا معاك تابعينك من قرطحه لنا؟ تفرخ معايا خليني نمشي. خلينا نكملوا معاك الانترفيو بعدا. لا انا تنعاود لكم. انت تضرب فيك انت ما قلتي لنا سميتك لا والو. بلي 81 ما عقلتش على سميتي. علاش عاق على 404؟ هي علاش عاق؟ هو الماتريكول ديالي. يلا معنا يلا معنا. لا لا خليني نمشي. فين غتمشي دابا؟ فين غتمشي؟ غادي نمشي نقلب على مرتي وولادي. حنا نديك وقلب على مرتك وولاد. حتى هذوك الاولين راه داوني وغبروني 30 عام، داروا لي الضو وتكرفسوا عليا. لا حنا ما غنتكرفسوا عليك، ما نديروك ضو ما والو. يلا معنا. لا لا ما خليني ما تكونش معكس. يلا معنا خليني نمشي. الله يخليك. غنمشي على رجلك، حنا عندنا الطوموبيل. وخمم اصاحبي وخمم، وانت هز معك تقول من الفوق. يلا يلا وغادي تعاونني نقلب على ولادي. غادي نعاونوك تقلب على ولدك وعلى مرتك وعلى كل شيء. ما تعصبش لينا انت. صافي جلس هنا. شوف با حسكه داك اللي زان انترفيو التخربيق ديال والو ما بقى عندنا ما نديرو به. نتبعوا هذا السوجي تشوفوا فين غيوصلنا. وتا واحد ما يبقى يهضر معايا. الله يرحم والديك. فين غنمشي؟ راني اللي غنبان في الاخر في الكادر. راني اللي غنبان. غيقولوا داك يخرمز ولا خدام. ايوا حنا فين غنمشيو دابا؟ غنتبعوه. القتلى نسبيا في اليمن لكنه ارتفع بقوه في ليبيا، بينما مسلسل الدم ما زال مستمرا في سوريا. والثانيه بعد 4 ايام في ليبيا، فيما اندلعت الثوره السوريه بعد 34 يوما من سقوط مبارك. مالو مع البوليس؟ ورا داك الاس ام اس ديال داك خينا كيسب ليه مراته. اش وراه؟ وراه اس ام اس في السبان. شنو هو يسيلوس؟ هي رساله في الايور. هروبا بعد 24 عاما من بلده وزملائه الغربيين، لان المملكه المغربيه شهدت بالفعل تبدل على الاستقرار العام. ولعل الحقيقه هنا كانت عندي واحد الكارسونيل ما في خبر حتى واحد. انت بخبيص كبا. ما بقيش عقلت على 18.
صافي ماشي مشكل ندقوا عليهم كاملين تنعرفوا فيك انت يلا انا كان فيا فيس واحد عزازين عليا العيالات ومرتي ملي كتعيق بيا مصاحب مع شي وحده اخرى كانت تدير عين ميكا سمحنا شريف كتعرف هاد السيد هذا التلفاز ياك كتسمع على ويكيليكس واحد التيريكس غادي يقرا عليكم صيفطوه من لاباساد ديال امريكا كيقول هذا بغا يخرج علينا خلي السيد يعبر حتى شي يعبر فين يعبر شكون ما تصفرش كل شي راه الكاميرا اللي عندنا شوف البلاد اللي عايشين فيها راه كلها شفار انت كنعرفك انت فين كتعرفو ها انت انت بوليسي ياك اش من بوليسي جا باش اش جا درك ما كاينينش صافي سلامات شريف صافي اش من السلامه علي بركة من فلان واش كنلعبونا ما ديرش في بالك غلقهم شنو قلتي لي؟ يلا نتعاونوا مع تلقى العائلة ديالو، عندي واحد صاحبي في الداخلية. لا هو غيكونوا هذوك صحاب الإضراب ديال 81. أشوف أنا ماشي شغل. واش فرصك بلي راك خدام على البوليس؟ وما كانش فاني. بقى في الحال قبل ان كنشكي على بوليسي سانطا بيضاء
كنقول ليه مرتي صيفط لها واحد ميساج وكيسبان فرش خون ديك لاري. خديتي شي غراض؟ عرفتي اش قال لي الكونتاكت ديالي؟ هذوك الناس ديال الاضراب ديال 81 راه كاع خرجوهم 10 سنين هادي. دابا في نظرك هذا مين خرج؟ طاح من السما؟ ما نعرف ليه انا، عارفو منين طاح. عاوتاني دخلينا حتى يلصقنا. الثورة التونسية كانت الأقل دم. ما تقطعش القرآن أصاحبي. وعلاش؟ كلام الله ما خصوش يتقطع. إيه وعلاش؟ علاش 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 علاش؟ ملي يكون القرآن كيتقرا كيخصك تسمع باش تستافد. عندك الحق في هذه القضية صراحة، عندك الحق. ولكن قادين باش تفهمني أنا من شحال هادي، حتى إماميت كتجيك مرة مرة، وهاد الناحية ديال اش زينة غطير. منا غير في القرآن حق ما غطير. غتصبحوني أنا خصني نوقف. صدق الله العظيم. هيا لا تكون لهم مشاكل. عمرك ما تزوجتي؟ طافي يلا يلا قرايع ديال والو ما كاش واقع. ما دام الله يهديها قالت لك خينا اللي صيفط لها ميساج يقدر يتلقى لها في الزنقه يشرط لها وجهها ولا يخوي عليها المقاطع. بارانويا ديال العيالات. اسمح لي عندها الحق. هي اللي عارفه اش كاين. كيفاش عندها الحق وهي اللي عارفه؟ الله اعلم. عندها تكون انت كتصور في هاد التخربيق هاي. الله يستر. لا 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 ما خصوش يموت. ولاد ريسا والدراري والمراه و... لا ما 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 نجمش لا لا ما ما خصني نشوفوه. اش كندير معاه؟ اتلاق معاه صاحبي. اتلاق معاه اتلاق معايا. مالو مالو؟ الا ما كانش انا نهضر قبيله على لي فامي ومراتي انا من الله فاش فكرنا. دوماج ما خلاش يتسخ لي لا شيف. صورت الشاف مزيان غير هو غيكون شويه ديال الفلو. اوف ماشي مشكل حتى هاد اللقطه ديال الانتحار دفع لها مزيان في السوجي. اوف ولكن بلاتي قال لكم هو ما كانش ناوي ينتحر. ماشي مشكل الببليك ما يفهمش واش غينتحر ولا غيعوم ولا واخا واه مشات المكانه. واه تخسيخه المكانه مشات. اسمعني يا بو مزيان، دابا راه الكاميرا شاده عليك بوحدك، قول داكشي اللي في خاطرك كامل، أي حاجة في نفسك قولها.
ملي حليت عينيا لقيت راسي مع شي ناس وسط واحد لابيسين خاوي، حتى واحد فينا ما قدر يطلع منه. داك النهار كان الشمس حارة، قتلنا العطش، ومرة مرة كيجي واحد مردة وكيرش عندنا الماء بالتيو. اللي كان لابس الصباط هو اللي كيقدر يشرب، تيعمر الصباط بالماء وكيشرب. شحال من واحد فينا كان لابس غير حوايج الناس، شحال من واحد فينا لابس غير الكيرو، وشحال فينا سخف. ما عرفت حتى انا وقيل سخفت ولا مت. يا حليل لي التلفازة. شوف اخويا خلينا مستورين. تسكتي الى امك باغي نبان في تلفازتي. وانت ما كتكتب تكرسون نقي وكتكذب على الناس تقول لهم عندي تلفازة. وين الشاب شنو رايك في الربيع العربي وحركه 20 فبراير واحتجاجات اللي كاينه دابا؟ خاش نقول لك واهو في الحقيقه بغيت نقول لك زعما شوف اخويا بنادم غطى لقاه تسرح راه ما كاين والو فهمتيني. حتى هما يلاه كيبغيو يديروا شي حاجه حتى كيوقف عليهم بوليس. نقول لك حاجه اخرى، شتي هاد البلاد تاع البياضق لي فيكتيم وخروطوب وقمله وهامج، النص تاع الناس بوليس والنص الاخر شوف ما تيقش راه ما طاري والو. الهده تسكتي امك باغيه تخرجي علينا. شوف عاش الملك عاش الملك واللي بقى كلشي قواد. حتى هاد الاسلوب اللي كدوي بيه راه ما غيدوزوش لك في التلفاز. لا اسلوب وما غيدوزوش. لا غيدوزوش وماشي اسلوب. هاكا تقادر حجر ابوك الاخ وابوك الاخ راه غيدوزوش وما غيدوش. هانتي غتشوفي غيدوزوش ما غيدوش. لا غيدوش ما غيدوش لا غيدوش لا غيدوش لا غيدوش لا غيدوش لا غيدوش. يلا بو يلا بو نجيبك شي دقاد وراك الباص صفا. هذا المقصد هو مقصد كبير، معنى هذا قرارات غير شعبية. مصري إن السلطات واثقة تماما من الحصول على أغلبية مؤيدة. مازال ما لقيتوش شي خبر على ولادي. أنا غادي نعيط لهذاك صاحبي يعطيني راس خير. هاد الحس كان بقى 70 وبلا ما تقول الله ربنا كنعرفو. الشيخ يجيك مليح. غنمشيو نسولو دوك صحاب الإنصاف والمصالحة ضروري نلقاو عندهم راس خير. اش قلت لك حسكا؟ قلت لك راه فين شيفو؟ عرفتي فين شيفو؟ هو راه معلق في التصويره كانت عندنا في الدار القديمه في عين السبع في الطواليط. ويلي والله انت من الصباح كنقول لكم راه سيجي مزيان، سيجي مخير هذا صاحبي، والله انت تكلخ.
ما تقراش. الله بحالك. نعم سيدي. كنسول على مول هاد القهوة سي طيب. سي طيب الله يرحمه شحال هذا؟ الله يرحمه مسكين. أنا ولدو، أنا هو مول القهوة دابا. أنا راه صاحبي الوالي. أقولها من الصباح تفضل. هما من الصباح هما كدوروا معاه. كتعقل على صحاب الوالد؟ اييه كانوا كلهم كيجلسوا في ديك القنيته ليه. كتعقل على السي الفلجه؟ لا. والسي احمد؟ تا هو ما عرفتوش. ورشيد دخان؟ الله يودي كاين شي واحد ما كيعرفش رشيد دخان. رشيد دخان كان جورناليست معروف وكيكتب مزيان. هذا الجورنال ديالو هو يقلب الفيستا. ها هو لي الجورنال ديالو. اسمح لي اخي ناخذو. هاكا ترقع لطفي. جورنال مزيان وكيتمشى وفيه احسن شبكه. رشيد دخان راه صاحبي. واش نقدروا نمشيو نشوفوه؟ نمشيو علاش لا؟ راه كاين نيت لادريس هنايا. ها هي لادريس. وقف 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 سمحي لي يا لاله سحبني مراتي. ماشي مشكله سيدي كاميراتي رمزانه تيجي ما تقلقش منها. دير في بالك وانا مرتك غنلقاها ان شاء الله. ولكن انت زيد من راسك مرتك راه كبرات بقاش عندها 30 عام. ها حسكا بركة من تلصاق الحمر راس غير عليك. الله يلا بنادم داخل خسر. تنفيذية يقف الملك أرفع على رئيس الحكومة وهو أيضا رأس السلطة التشريعية. أنا لقيته هو البيرو ديال رشيد دخان. تحيد من تما صاحبي. حيد حيد. ما تشوفوش من بينو في التلفازة. التحيد معيزو حيد. أبغينا نبينو في التلفازة. وصل لداركم وبين. أبغينا نبينو في التلفازة الوليد. الوليد؟ تكبر مني تقول لي الوليد. أبغينا نبينو في دوزين. باغي تبان؟ آه. وبلات. نديرو بعدا علاش بغيت تبان. أحسكا بلا ما تدار معاه. اريح حسك اريح هو غيمشي في حاله. راسي تكبر منك طر شويه عليك طر اريح شويه عليك ابا ما تخافش حد يحدي مع الكاميرا طريحة اريح حسك اوري لك راسي بحال الدار انت مع راسك انا وياك راسي بحال انا وياك اريح اريح راسي بحال انا وياك والله كنت قبل أطلق؟ والو 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 باش تخدم؟ لا كاينه علي اش كدير؟ ها؟ والو الشاف دما زعما غير ناخذ شي تصويرات بقاو سوفينير وصافي كتسلى على الراجل قد باك حشمتيش يلا صرت صوت شي دخان بزاف شاد انت وياه ما تريكو الكاسون كان
صحابك متي 30 عام مت، ولكن دابا رجعت باش نقلب على مرتي وولادي. جلس جلس. تيبان لي فيك مريض. مريض تا هو انت ما تبدلت فيك والو، وانت تبدلتي بزاف. قالوا لي قلبتي الفيستا. شكون هادو؟ شكون هادو؟ اش كديروا هنا؟ انا الناس ديال الصحافه، جينا مع السيد وشرف كبير لينا اننا نصوروا معك. غتخرجوا عليا كلكم غير جوج دقائق من دابا. غتخرجوا فحالكم. واخا واخا خرجوا عليا صافي. خرج فحال. واخا واخا خليك. خرج فحال. طيح الكام شويه. صافي خرج فحال. صافي. عندك شي اخبار على مرتي وولادي؟ ولدك ولا شامبيون ديال السيكليزم، ولا معروف، غادي تلقاه بسهوله. شوف لا ديريكسيون سبورتيف قولوا لينا. الو وي الله يرضي عليك. شوفي لي رباح قال لي واحد الادريسه ولا التليفون ديال الحكيم. شكرا. ها هما غاديين يشوفوا. ما جاوبتينيش بصح قلبتي الفيستا. خل شكرا شكرا. عيط ما نناضلو وعيط ما نتقاتل، وفي الاخر لقيت راسي فوس نوت. انا ما جيت نحاسبك ما والو، انا بغيت نعرف غير فين مشى رشيد الدخوان، فين مشى النضال والتقدم وداك الشيء تاع ماركس. انت تشديتي في اضرابات ديال 81 يعني. ايه انا تشديت في الاضراب تاع 81 ومن بعد عرفتي علاش ديك القيامه كلها ناضت؟ لان زادوا في السكر 50% وفي الدقيق 40% وفي الزبده 74%. بانت لك شي افكار ثوريه في هاد الفاكتوره. راه الكرش، الكرش هي اللي كدير الثوره. دابا كتجمل عليا حيت شديتي في الحبس. امشي شويه سيدي. انا ما غادي فين تنشد لادريسه تاع ولادي. لادريسه سيدي تلقاها عند البوليس. ما كاين عند البوليس لا عند والو. كاين عند السيد كيموت. ها التليفون كيفون. جاوب جاوب. شوف لادريسه تاع ولادي. ما نعشت انا سيدي. خرجي لينا برا. انا غادي نشوف. انا شغلت هنا في الشارع. لا كان عليه جو في التليفون. علاش ما يجاوش عليا في التليفون؟ كان عليه جو في التليفون. نلقاو شي قراب هنا عندي قرعة الماء. راه باغي يسكرش من الماء. انا با هذاك الشيء اللي تشهيتي، وانت الساقي. انا احس كان سينا لي قوبلي يا صاحبي. انت ما كتفكر والو، شنو غنديرو دابا؟ وي هي انا با والابداع. راك سكيري قديم على زادك. خاطر البياض قول حواله. تو دو دوزام هادشي تاعكم. علاش اخويا كتسول؟ وين ندوزو حنا في دوزين؟ اه وانت شوف شي ديك الصات اللي لابس كومبلي، سير عنده هضر معاه وجي نصور. واخا شكرا اخويا. الا وريتونا شي شونطيو مزيان نسمعوه. اه واخا. سير على بوت خيار.
لا ما تصور اصاحبي راه ما غيدوش هذاك الشيء. خاف عليك الدري انت من الصباح انت فارع بالهضره صور اخو مزيان يتعلم في الماتيريال ديال الدوله اطحن فلوس الدوله اطحن. مول الكلام راه في الحقيقه شي واحد سب ليه مرته. لا صاحبي ولا تخربط عليه انت اباتي خربق عليه شي انا مرتي تنبغيها تتبغيني متفقين غير وانا تنعيف شويه ما نبغيش يكون شي واحد داز قبل مني راك عارف باي بنا واحد كيجاتكم حركات 20 فبراير؟ 20 فبراير؟ شنو نقول لك؟ بحال جون البقر، بحال انفلونزا الخنازير. صافي الله يرحمك، يلاه صافي بسلام بسلام. أنا شتي بقيتي تابعنا تسالتنا مع المدى. شمت في ريحة الشراف في التليفون. وأنا حياة عندكم أصاحبي. سمحينا الشابة ما هضرناش معاك وداك الشيء. لا مجوج فهمتيني احسكا خذ راحتك بارك الله انا اول مره غنشد الكاميرا ديال الحسكا كيفاش كتشعلها تاخد راه شعل في فهمتيني ديالك يا ناس شد مزيان ترا شابا هنا عندي واحد لابليكاسيون سميتها انفراسون نورك على هاد البوطونه كاع هاد الكلاب اللي كاينين في هاد السيكتور غادي يبداو نبداو نجرب ايه شوف ماشي
العرب يريد إسقاط النظام، عبارة رددها المتظاهرون العرب كل في ربيعة. راشد العيد العربية. لكنه ارتفع بقوة في ليبيا، بينما مسلسل الدم ما زال مستمرا في سوريا. لا رئاسة مدى الحياة، لا رئاسة مدى الحياة. ليش ما صرت فيه؟ بانو مثل ما ديك مشي بلاصك. لا غير خليني هنا، انا راه مولف الدس. نوض راه كاين تيزا. قول لي بغيت نسولك. ما عرفتيش واحد البلاصه سميتها سبيرانسا. ماشي كاري انا دا. بغيتي نمشي نقلب على شي واحد تما. واش حنا غنبقاو ديما ضاربين؟ ماشي انا اللي قطعت. فين ساكنه راوي الله يرضي عليك؟ هادي 10 ايام وانا كنحلم بيك غادي ترجع. وشحال صليت وشحال دعيت وطلبت الله يطلقك باش ترجع لينا شي شويه. ما عرفتيش فين غادي نلقى مرتي ولادي. اخر مره شفتهم نهار اللي داروا ليك العشاء ودفنوك. ما بغاوش يخليوني نحضر معاهم حيت قلت لهم انا صاحبتك. ما عرفتش علاش. اسمح لي على اخر مره جيتي عندي فيها. علاش؟ حيت بغيتيني وانا تمنيت عليك. وحتى دابا الا بغيتيني انا مسامح ليك من زمان. بصح وفين دفنوني؟ بقينا غير في الشهاده. بقى معايا. لا خصني نمشي نقلب على مرتي وولادي. غير شويه حيت انت كصاحب. صافي داكشي اللي بغينا خدينا، خليهم مع بعضياتهم. واش حنا غنبقاو واقفين هنا؟ غنبقاو بما تهول المينيبوس من ريحة الماحية اللي خويتي فيه. هاد اللعبة بوا سميتها جيت باك، كطير وكتلقى تجمع الفلوس. هي دابا انت ربحتي بزاف ديال الفلوس. ورانا واش شامبيون دي موند. علاش باقي ضيع مع هاد الجوج؟ عرفتو ولكن ما تنساش راه عنده واحد ولدو بطل في السيكليزم. يلا انت عندك انديس يلا وريني حنه يديك. تبارك الله عليك. واو عيالاتي كانوا صغارات وزوينات، دابا ولاو شقفات تيشبهوا الماء. نقدروا نمشيو للشهداء نشوفوا قبري ونزوروا حتى الوالده تاعي. اها مزيانه هاد القضيه. أصبح ملكية دستورية فعلا شأن نظام الأول.
لاش جينا لهنا؟ راه غير تنخربقوا. كيفاش كتخربق؟ انا ما عمرني زرت والديا وانا حي، لاش غادي نزورهم وانا ميت؟ خاصك تزورهم حيت والديك. منافقين، خرجوني من المدرسه ولا حدني اللوزين باش نجيب لهم الفلوس. ما تقولش عليهم هكذا، كيف ما كان الحال هما والديك وكيتسالوك الرحمه. عرفتي هذاك رشيد دخوان؟ لكن تنقرا انا وياه في قسم واحد، غير هو كمل وانا لا. مالو طفرو، ياك عطاي. انت احسن منه في خبارك، هو ابيضق من البياضق. هذاك هو القبر ديال مو. لا صاحبي راه ديال هو. غنخليه بوحدو شي شويه. واش حنا جينا نصوروا الفيلم ولا نبقاو حشمان؟ في خطب قام بن علي ومبارك بإقالة الحكومة وتعيين غيرها، فما إن جاء الدور على العقيد معمر القذافي حتى تبلغ الناس أنه سيسقط بعد الخطبة الثالثة. إلا أن القذافي وكما هو صيف لي واحد لدريس شكون هذا؟ صاحبي بوليسي. كتعرف واحد البلاصة سميتها الهراويين؟ هراويين؟ اه عندي فيها شي ارض تاع الوالدي. وفي خبارك هذيك الارض مضاربين عليها الوارثه؟ الوارثه ديالو؟ ديال من؟ هوب هوب على سلامتك با، غمتيتي غمتي ونهار جيتي غتصادع مع الوارثه. سي طودروا تلفتي ها سول شي واحد راه يوريها. الله يحفظك خويا الله يحفظك. عندك شي قار؟ شكرا. لا ما كاينش اخويا الله يحفظك بارك الله فيك. عندك اي ودرنا الخيمة. ليك مدة الخطابات، ففي حين لم تتجاوز خطب الرئيسين 13 دقيقة في العموم، وصلت إحدى خطب القذافي إلى 76 دقيقة. هي هذه الأرض أبا؟ عياد. الرئيس السوري بشار الأسد يبدو متأكد. ولي يا تيران هذا. منتبه إلى الاحتجاجات الشعبية بسوريا فخطب خطبتين. إحداهما كانت 54 دقيقة. ولدي عندك عندك عندك. الأخرى كانت 75 دقيقة. وكانت خطبه قطعت التصفيق من المستمعين. هبط عليك الكاميرا هبط. اعطيني نمرة ديال التليفون بعدا. هاد الارض ديال واحد البطل معروف في سيكليزا. هو وخوتو ما تفهموش باش يبيعوا الارض. ما عرفتيهمش فين ساكنين. شفتي ديك المرة اللي قدامك؟ من ايام كان التليفون فيه 9 نوامر وبقات القضيه هكذا. ايوا الا احتاجتينا انا حداك الله يجيب التيسير. با لقيت لك ولدك وبلا كود بيستو بلا والو وغتشوف ولدك ومرتك على سلامتك. على سلامتك با وبلا ما عارف بلا والو. اه عليك يا ١٤٤ راه خاصك تبدل عليك هاد اللبسه عاوتاني غادي تشوف المدام ترقع شويه تنشوف مرتي وولادي. با خاصك تفركس شويه باش الا شافتك المدام ما يسكتش ليها القلب. وليا خصك تهلا في راسك با هانتوما شوفوا انا السيكي عليكم شوف فيها. اي 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 انا السيكي واندر قيس بعدا هذيك وتا ما قدرتش تشوفوا شي حاجه اخرى. لا 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 سيدي ما يقيش السيد خانز بريحه الشراب وفيه بحال ريحه الجيفه. كيفاش ريحه الجيفه؟ حسك اخويا تكلف تكلف. شو ما تزيد تقول لي الجيفه واش هذه الفمره ديال الشراب هذه؟ شنو راه الناس ديال العباده والدين ها انت الدين ها شتي؟
404 ياك ما شادك تخفيف حيت غتشوف المدام. لا افرق عليك الراجل خليه يتصنت لقدام واصح. وش براجل اخر قلت مع وليدات إلا ما استنيتكش وخا كنت حاسة بلي ما متيش إلا بغيتي تقتلني هاك قتلني حنت أنا اللي خنت بك أنا اللي مشيت نشري هاد الروايل الحكيم
ونشري لك انت يا النوار باش نتصالح. سامع قولي لي نقدر نشوف ولادي؟ هذه شهادة الوفاة ديالك، هذا الشيء اللي بقى. سمحي لي تعذبتي معايا بزاف. انت هو حكيم؟ ايه؟ علاش كنت؟ انا باك. هذا هو انت اللي ما كذبوش عليا. شكون هادو؟ هادوك صحابي جاو معايا. هود هود راه كنت كيتسناك لتحت. سلامة. كيداير بخير؟ بخير هاني. بخير. هذا هو بانا راجل امي خويا الله يرحم بالوالدين. طفي ديك الكاميرا وسير بحالك اخويا. غير ذلك اولدي هادو راه صحابي وما غاديين فين. ولدي حكيم خصنا نهضرو. نوض اخويا عبد الله حمد نوصيو ليه. باش رجعتي لاش؟ ها؟ ياك مشيتي وخليتينا خويتي بينا ياك؟ واش عرفتي شحال تكرفسنا؟ ها؟ ملي كنتي معانا تكرفسنا وملي مشيتي تكرفسنا. شحال تكرفستي على الواليده مسكينه؟ كنتي يا وليدي عطاها غير الزو والطاسه والقرطاسه والباغيات. هذاك هو بوانا، هذاك هو اللي كبرني وقرالي. انت بلاصتك ماشي هنا في القبر. شاف رخصة بدلو بحجر الله شايف. اش خليتي؟ ولد خويا شدوه المخزن وانت تلقوك؟ علاش؟ الله علاش؟
والو. سير اخويا عطيك التيسع الله يرحم والديك. سير بقى الجهد الله يجزيك بخير. با هو اللي تكرفص عليا وقراني وكبرني. سير اخويا فحالك الله يجزيك بخير. خلي ديك المرة مسكينة سير. لونه والعطش في الخميس غيري. عندك شي قاروه وليدي؟ كيف الوالد؟ ها جيت باك هذا. اه عرفتي اش خصك دير؟ خصك تمشي للمول الحانوت وتشري العيار باش تجمع بزاف د الفلوس وشري السلاح. عمو انا ما فكرت في هاد لاصي وسال. تنشوفك نتايا في التلفازه انت مع هاد الناس هادو ديما تتبان في التلفازه. ها أنا فرحان لي شتك. با واجد خاصك شي حاجة؟ صح صافي با
انت اللي غتهضر بوحدك، قول اللي بغيتي ما تبقاش ساكت كيف ديما، هضر. داكشي اللي قلنا اني ما تورى صاحبي غادي تهلا فيك. معنا اليوم ضيف اللي فنى عمره في الدفاع على قضايا حقوق الانسان، ضيف اللي غيأكد ان المغرب نهج سياسه المصالحه مع هذه الشريحه ايمانا به على قدرته في التغيير. ضيفنا العزيز الان في كلمه معكم. انا من مواليد الدار البيضاء، تزدت سنة 1950. سميتي هي It's time to move your sword.